شو أخبارك يا أزرع؟ تعرف صار لي زمان بجي لهون؟ صار في بيناتنا خبز وملح ولازم نحكي مع بعض ونتناقش. اسمعني، عندي إلك خبر غير شكل. أنا ما عاد خاف بنوب. اهدي. أنا صحيح تأخرت بس مو أكتر من اللازم. ما تأخرتي. ما تأخرت؟ أوه منيح، فكرت تأخرت. أنت ليش ما رحت على تجديف؟ رجعت بكير. رح تضلي واقفة عم تستجوبيني ولا بدك تحطي لي فطور؟ خلص تمام، هلأ بجهز كل شيء. شو الشيء اللي بيضحك؟ أنا إمتى ضحكت؟ أنت وعم تطلعي علي. هيك خطرت ببالي شغلة صغيرة مو محرزة. لسه عم تضحك ديما؟ شو الشيء اللي بيضحك؟ قلي لي فورا. عيد ميلادك بكرة وبدنا نعمل حفلة. بالحقيقة أنا ما بعرف شي عن هي الحفلة، بس حكولي عنها. قالت لي ياسمين إنه فرصة حلوة وأنا انجبرت، فقلت لها مثل ما بدك. وأنا رح ساعدهم مشان التنظيم، يعني ياسمين خانهم بدها الكل يشتغل. بس أنت لهلأ ما قلتي لي، ليش عم تضحكي؟ بقول لك بس بدون ما تعصب توعدني ديما. هو تخيلتك انت وطفل لانه الموضوع متعلق بعيد ميلادك. طفولتي انا؟ لما بيشوفك الواحد من برا ما بتبين شخص طبيعي بنوب. يي كاني بلشت خبص بالحكي كتير، يعني قصدي انك مو طبيعي مثل باقي الناس، يعني انت هيك من الاول كنت تعرف كل الشغلات. شو بعرفني، حسيتك انك ما رحت على المدرسه وكأنك خلقت بتعرف كل شي لحالك، وصرت أتخيلك إنك بيبي صغير. عمر بيك البيبي سواها على حاله وغرق فرشته لما كان صغير. لما تخيلتك أنت وصغير حسيتك كتير ظريف وكنت طبوش طبوش كتير. طبوش طبوش؟ طبوش طب طبوش. كمان حكيت شي ما لازم أحكي مو هيك؟ خلاص خليني جهز الفطور. أنا بدي أغير تيابي اليوم، رح نكون مشغولين، بدنا نروح لعند المعلم صبري وبعدين على الشركة. أكيد